مرحبا، يعطيكم العافية وأهلا وسهلا فيكم. سلام للجميع. اليوم بدنا نحكي عن حلقة خاصة عملتها نتفليكس من بلاك ميرور. هاي مش سيزن لحالها، بس حلقة كانت تقريبا ساعتين، عم تحكي اسمها براندر سناتش. بتحكي عن قصة هذا الشاب اللي بده يحاول انه يستخدم هذا الكتاب عشان يسوي لعبة. طبعا هذه اللعبة من العاب الاتاري القديمة هيك، وطريقة الترتيب. طبعا بكون عنده مشاكل نفسية هو، بسبب انه ما والدته توفت. الحالة اللي صارت انه ابوه كان عنده هو زي لعبة على شكل ارنب، والده كان يكره هاي اللعبة لأنه الولد متأثر فيها وصاير زي يعني هيك جيرلش بناتي، فبده إياه يكون زلمة. فأخذ هاي اللعبة، الولد صار يدور بالصبح على اللعبة. والدته كانت مفروض تطلع بالترين، تأخرت بسبب الولد وهو بدور على اللعبة ومش قابل يطلع معهم، فللأسف طلعت بالترين اللي بعده وتوفت. الغريب في هاي الحلقة إنك أنت بتقدر تاخذ خيارات عن الـ 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 الولد هذا، بما معناه انه اي خيار هو بده ياكل، مثلا كورن فليكس، شو النوع اللي بخيره ابوه، انت اللي بتختاره مش هم، وبالتالي بتكمل الحلقه بناء على ذلك. فاشي غريب، يعني اول مره بشوف فيلم بهذه الطريقه، لكن معمول بطريقه جيده. المهم في النهايه الولد طبعا بحاول انه يخترع هذا، بضله يعيد حاله ويكرر وجو باك وجو باك. الموضوع يعني مش موضوع الحلقة، الموضوع كيف عملت نتفليكس طريقة انه تخليك انت كمشاهد تقدر تستطيع انك تختار الخيارات اللي بده اياها هذا الشخص. وهون التريك في الموضوع، يعني زي ما انتم شايفين الحلقة مش بس غريبة، الحلقة فيها يعني بدي اعطيكم بعض اللقطات الثانية. الحلقة فيها شغلات كتير أنا شفتها، يعني شو بيحكوا، شو كيف أنت كشخص ممكن تفكر، كيف أنت، هل فعلا إحنا ممكن نصير بالمستقبل القريب إنه نقدر إن نحكي أو نغير في الأفلام؟ يعني الفيلم عادة بتسجل بطريقة واحدة وخلص، بروح أنت بتحضره، عجبك عجبك مش عاجبك، هذا اللي بده إياه المخرج. بس بهذه الحلقة لا، كان الحقيقة أنت كشخص تقدر تختار، وهذه شغلة غريبة، يعني أول مرة بتصير في الـ في الـ في الـ في الأفلام كلها. يمكن تصير تستخدم إذا أنتوا عاجبكم هاي الطريقة وشاعرين إنها ممكن فعلا تكون أفلام المستقبل. بلغوني إذا ما حضرتوا الحلقات الماضية والحلقات القادمة، احضروها، اعملوا سبسكرايب للقناة، اعملوا شير مع أصحابكم، وخلينا نشوف الكومنت تبعتكم، ونراكم في حلقة قادمة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل